السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنت أول مرة كتابة القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، الزر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال موديلات جلابة والقفطان المغربي. اليوم غادي نشارك معكم موديلات ديال جلابة، يعني اللي خادم الكليان غادي نشاركو معكم. هكا مثلا يعجبكم شي موديل من هاد الموديلات هادو، غادي تسكريني الموديل وتصيفطينا في الواتساب، وغادي نقولك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيتوب وخياطة. غادي نبداو على بركة الله. عندنا هادي جلابة مخدومة بالتوب ديال المليفة، المليفة الإكسترا سبيسيال، مخدومة بزواق المعلم، كيما كتشوفو الخدمة ديالها، عندها الفتاحي جناب. إلا بغيتي ديريها حتى في الكريب راه كتجي في الكريب مزيانة، يعني زواق المعلم ديال الماكينة، ولكن الخدمة ديالو راه متقونة بحالا مخدوم بالليد. بالنسبة للتوصيل، التوصيل راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبة للناس اللي كيقولوا مثلا نقولوا الثمن ديال يعني كل موديل وشحال كيطلع، يعني غنقول لكم غير الثمن التقريبي، يعني هذه تقريبا كتطلع ما بين 600 درهم حتى 800 درهم، كتبقى على حسب العبار ديال التوب. بحال مثلا إذا كان طاي كبير راه تقدر توصل حتى 800 درهم، كان العبار عادي راه تقريبا 600-650 درهم بتوب وخياطة زواق معلم ديال الماكينة. إلا عجبك شي موديل غتسكرينيه وتصيفطنا في واتساب وتعطينا العبار ديالك وراه نوجدو لك ان شاء الله. بالنسبة للإرسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. ندوزو لموديل واحد آخر. كاين عندنا هادي جلابة حتى هي بالتوب كريب، حتى هي مخدومة بزواق معلم، زواق معلم ديال الماكينة، الخدمة ديالو راه متقونة. هادي حتى هي كتبقى بنفس الثمن تقريبا ما بين 600 درهم حتى 800 درهم، يعني ابتداء من 600 درهم. عند الفتيحة في الجناب، بغيتي ديرها ايفازي دايرة راه نديروها ايفازي دايرة على حسب الطلب ديالك. كيما كتشوف الطرزة عندها في الكمام، في القبرة ديزا بالدبانة، يعني موديل راقي ورائع ديال هاد الجلابة بالتوب كريبري مخطط بالسقلي وزواق معلم. زواق معلم راه خادمينها بالحرير وبالصم. بالنسبة للمحل عندنا راه كاين في سيد بنور في دكالة. إذا كان عندك توب وبغيتي تصيفط لينا التوب، أنا نعطيك العنوان ديالنا وترسل لينا التوب ونديرو لك غير خياطة بهذا. تقريبا الخياطة تا هي تقريبا كل موديل والثمن ديالو. كما كتشوف الخدمة ديالها جات راقية، ديال هاد الخدمة بزواق معلم ديال الماكينة في التوب ديال كريب، كريب ري مخطط. ندوزو لموديل واحد آخر. كاين عندنا هادي جلابة، جلابة مخدومة دو بياس، هي بالطاج الرباطي. غادي ديري لها القفطان ديالها، التحتاني التوب ديال جوهرة، فوقاني راه الكريب ري مخطط. إلا عجبك هاد الموديل حتى هو غادي تسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، وقول الثمن ديالو بشحال كيطلع بتوب وخياطة. هادي حتى هي راه كتبقى تقريبا الثمن التقريبي، يعني ما بين 900 درهم تقريبا، الثمن ابتداء من 900 درهم، 900 درهم والفوق، كيبقى على حسب العبار لي طاي. كما كتشوفو عند الافتتاح تحتاني راه التوب ديال جوهرة، حتى الا بغيتي تلبسي غير قفطان بوحدو التحتاني راه كتلبسيه بوحدو، بغيتي ديري مع الفوقاني يعني راه كديري معها الفوقاني. دوزو الموديل واحد اخر.
كاين عندنا هذه جلابه حتى هي بالثوب ديال الكريب، مخدومه بالمخ، زواقه ديال المخ، ثوب كريب. بغيتي ديريها في المليفه كتجي حتى في المليفه، كتجي في الثوب ديال الكاشمير، يعني اللون اللي بغيتي او الثوب اللي بغيتي راه كتجي فيه. بغيتي ديريها باللون، يعني راه كتجي هاد الطرزات هادو اللي في الجناب، هاد الطرزات هما اللي كيكونوا باللون. مثلا بغيتي ديريها في الديكرادي او ديريها في الصم النحاسي، يعني راه كتجي مزيانه. كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي راه كتوصلك حتى للدار. كاين عندنا هاد الزواقه هي هادي بالدبانه، الثوب ديال الكريب مخدومه بزواق معلم ديال الماكينه بالدبانه. الثوب ديال الكريب بغيتي ديريها في المليفه، يعني راه كتجي في المليفه، او ديريها حتى في كاشمير الثوب ديال البرد، يعني راه كتجي في هاد الخدمه خفيفه. ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، باش ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات ديال الجلابه ديال القفطان، يعني الموديلات اللي كنخدموا في المحل كنشاركوا معكم. او كان مثلا الا عجبكم شي موديل غتسكري الموديل وتشافتنا في واتساب ونقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب، وخياطه الارسال داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. ندوزو موديل واحد اخر، كاين عندنا هذا حتى هو بالثوب ديال المليفه، طروز بالطرز الرباطي. بغيتي ديريها في الكريب راه كتجي حتى في الكريب، او تجي في الثوب ديال الكاشمير. مكتوب الزواقه ديالها، يعني هاد الطرزه كتجي بلون واحد، كطرز بلون واحد، مكيدخلوش فيها اللوان. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكالة. الثمن ديال هادي تاهي تقريبا كتبقى ما بين 600 حتى 800 درهم، على حسب لي طايد العبار، يعني العبار عادي تقريبا راه كطلع ب 600. كاين عندنا هاد الجلابة حتى هي، تاهي بالثوب ديال المليفة، فيها طرز رباطي. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات ديال الجلابه ديال القفطان اللي كنخدموا الكليان في المحل كنشاركوها معكم. الى عجبكم مثلا شي موديل من هاد الموديلات غتسكرينيه وتصيفط لنا في الواتساب، غنقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيوتيوب وخياطه. الارسال راه داخل وخارج المغرب. قبل ما تخرجوا ضغطوا على زر الاعجاب وخلونا تعليق. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.